الدكتور مجاهد ابو المجد هيكلمنا تشانل جيز اوف هايبوجوناديزم. السلام عليكم. الحقيقه انا شاكر لوحده السكر، وانا ليا تاريخ طويل لوحده السكر من سنين طويله، وببقى سعيد لما ببقى موجود في الزقازيق، وبعتبر ده يعني جزء مكمل وتوأمة مع المنصورة من زمان جدا. بشكر الدكتور سلام الحقيقة، وهو اللي قال لي عاوزين كيسز بالنسبة للريبرودكتيف اندوكرينولوجي، فأنا قلت له إن الريبرودكتيف اندوكرينولوجي أصلا اللي بيمارسوه بتوع الأندرولوجي، لكن على مستوى العالم ده اندوكراين، جزء اندوكراين. فحاولت أجيب أربع حالات، طبعا الوقت مش هيكفي إن أنا أقول أربع حالات، فعلى قد الوقت هنقول الحالات اللي موجودة، لكن أنا عندي أكتر من 20 حالة في الريبرودكتيف اندوكرينولوجي. اخترت منهم أربعة النهاردة. الحالة الأولانية فيري كومن، ده بقى أكتر حالة بنشوفها، 15 year old boy was referred to the endocrine clinic due to his short stature and delayed puberty. He had a sister who had attained puberty at a normal age, 12 years of age. His father and mother, وانا دايما بقول لما يجي لك شورت ستوتشر لازم تشوف الفازر والماذر، لان الجينيتيك بارت ده جزء مهم جدا في شورت ستوتشر، وانت محتاج هو يوصل لانهي طول، فما ينفعش انك تعمل تشوف شورت ستوتشر بدون وجود الاب والام موجودين. On examination he had sparse body and pubic hair، يعني التينر ستيجنج بتاعه قليل مش متناسب مع 15 سنة. And his fellus size was small with testis measuring 4 ملي، قد تكون السايز قريبة من النورمال 4 ملي in size bilaterally. لما جينا نشوف الـ FSH لقينا الـ FSH average، ال LH average بس ميال ناحية اللو ليفل، التستوستيرون لو والبرولاكتين إليفيتد. دي كانت الحالة. السؤال المهم، أنهي من الخمسة الحالة دي 15 سنة شورت ستيتشر والتينر ستيجنج متأخر، يعني في ديليد بيوبرتي لأن عنده 15 سنة ففي ديليد بيوبرتي، هو أنهي حاجة من دولة؟ كونجينيتال جونادوتروفين ريليزنج هرمون ديفيشنسي، لا ما تنفعش، لان دي لو موجوده هيبقى الاف اس اتش والال اتش هيبقوا قليلين جدا، وده مش موجود، يبقى اذا دي اكسكلودد. كونستيوشنال ديلي ان بيوبرتي مي بي، ممكن تبقى فعلا كونستيوشنال ديلي. كالمان سندروم، ما هو الكالمان عباره عن كونجينيتال جونادوتروفين ريليزنج هرمون ديفيشنسي مع انوزميا، فبرضه ده ما يمشيش. كلاين فلتر هيبقى الاف اس اتش والال اتش شكلهم عالي، اذا انا امام انها غالبا دي كونستيوشنال ديلي اوف بيبرتي، ودي الموست كومن كوز اوف ميل هايبوجوناديزم. اول علامه اول سايز بتحصل بالنسبه للبيبرتي بالنسبه للميل هو الادرينارك، ويليها البيوبارك. كلمه ادرينارك يعني ده حاجه ريليتد للادرينال جلاند، وده عباره عن البيوبيك والاكزيلاري هير، دي بنسميها ادرينارك. لما التستيكل تبدا تكبر وتبدا توصل ل 4 مللي بنسمي ده بيوبارك، يعني بنسميها بيوبارك. فهو الادرينارك متاخر في البيشنت ده. اول علامه بتبدا البيوبرتي ان الجونادوتروفين ريليزنج هرمون يطلع ان بالسيتايل مانر، لازم دي اول ساين اوف بيوبرتي، يبدا الجونادوتروفين لو طلع لو ما حصلش في بالسيتايل مانر مش هيحصل البيوبرتي، لازم أن يطلع في بالسيتايل مانر. وده بيشرح لنا حاجه في الهايبوجوناديزم، احنا بندي جونادوتروفين ريليزنج هرمون، في البريكوشس بيوبرتي بندي جونادوتروفين ريليزنج هرمون، ازاي والاثنين عكس بعض؟ ده بيشرح لنا قصه البالسابيليتي. احنا في الهايبوجوناديزم عشان اعالج الهايبوجوناديزم لو اديت الجونادوتروفون لازم اديه في بالسيتايل مانر، لو اديته كونتينوس انا بضر الحاله اكتر، لازم اديه ان بالسيتايل مانر. لكن في حالات البريكوشس بيوبرتي لو انا اديته كونتينوس
مش بلسطاي المنر بيعمل سبريشن للجونادوتروفين ريليزنج هرمون، وهذا هو المطلوب. وده بيشرح لنا البارادوكس ازاي بستخدم الجونادوتروفين ريليزنج هرمون في علاج الاثنين. احنا بنشخص الديليت بيوبرتي من 13 ل 15 سنه في الجيرل، ومن 14 ل 16 سنه في البوي. فده عنده 15 سنه اذا دخل من ضمن الديليت بيوبرتي. Our patient present with a lack of pubertal development and delayed growth at age 15 years, raising the problem of constitutional delay of growth and puberty. طبعا العيان ده محتاج treatment. التريتمنت هو psychological support فقط، مش محتاج ان انا ادي اي حاجة خالص، لانه هو هيعدي وهيوصل للبيوبرتي. ده بيسموها في الكتب delayed physiology، فيسيولوجي متأخر شوية، يعني الجونادوتروفين ريليزنج هرمون اتأخر ظهوره شوية. في ناس بتقول ان قبل الجونادوتروفين ريليزنج هرمون في حاجة اسمها الكسببتين، ان الكسببتين ده فيه مشكلة فالجونادوتروفين ريليزنج هرمون فيه مشكلة. الترايل بيعملوا ايه؟ طب خلاص الناس قلقانة واهله قلقان، ممكن ندي سمول دوز تستوستيرون، خلي بالك فور شورت ديوريشن. دو نقطتين اساسيتين عشان اعالج الحاله دي، ادي دوز قليله لا تزيد عن 100 ملي جرام انتراماسكولار افري 1 مانث، كل شهر بديله 100 ملي جرام. طب اديته وبعمل مونيتورنج للجروس والبيوبارك والادرينارك، بعمل لهم مونيتورنج، لقيت القصه متحسنه ببطل التستوستيرون. طب زدت عن 6 شهور وانا بدي التستوستيرون والعيان ما هوش يعني ما دخلش في البيوبرتي، يبقى اذا التشخيص بتاعي مش مظبوط، ودي مس كونستيتيوشنال، وابدا ادور على اذر كوز بالنسبه للبيوبرتي. دي الحاله الاولانيه اللي هي الكونستيتيوشنال ديلي اوف جروث اند بيوبرتي. الحاله الثانيه حاله جميله جدا جدا. الحاله الثانيه عباره عن 18 يير 15 سنه، عد اكتر من 15 سنه بقى 18 سنه، عنده ليك اوف سكندري سيكسوال كاركترز. السكندري سيكسوال كاركترز مش متكونه خالص، مش موجوده فيه، بجانب ان هو شورت ستيتشر، يعني برضو شورت ستيتشر واصل لل 25 بيرسنتايل وانا بعمل له اكزامينيشن. ولكن عنده نورمال سنس اوف سميل عشان اكسكلود الكالمان، لكن دلوقتي في نوع من الكالمان مفيش فيه انوزميا، بيبقى فيه هايبوزميا، يعني الشم قليل مش ممنوع خالص، لكن احنا عاوزين نعمل اكسكلوجن للكالمان سندروم، فجبنا الانوزميا اللي موجوده في العيان ده. العيان ده ما بياخدش اي ميديكيشن. المشكله بقى في الحاله دي ان ابوه كان عنده برضو تاخير في البيوبرتي، فده خلانا فكرنا في الكونستيوشنال ديلي، لان الكونستيوشنال ديلي له فاميلي هيستوري، فاميلي باك جراوند، نخلي بالنا من النقطه دي مهمه جدا يعني. فقد يكون برضو ده كونستيوشنال ديلي اوف جروث اند بيوبرتي. الفيزيكال اكزامينيشن الهايت 168 لكن الاسبان 175. لما الاسبان يزيد عن الهايت باكتر من كم سنتي؟ من 5 سنتي، يبقى الاسبان اكتر من الهايت، يبقى دي ايه؟ انكويدال فيتشرز. يبقى الهايبوجوناديزم دي بادئه امتى؟ بيفور بيوبرتي. يبقى نعرف ان الهايبوجوناديزم دي بدات بيفور بيوبرتي، هو عنده 18 سنه. يبقى اذا القصه دي غالبا هتوصلني لحاجه جينيتك، برغم ان ابوه عنده فاميلي هيستوري اوف كونستيوشنال ديلي اوف جروث اند بيوبرتي. لما جينا عملنا اللاب لقينا تستوستيرون فيري لو، لقينا الفري تي 4 نورمال، ال تي اتش فيري لو، الاف اس اتش فيري لو، البرولاكتين نورمال، الكورتيزون نورمال، الاي جي اف 1 عشان اشوف الجروس لقيته على اللو نورمال ليفل، يعني برضه ما فيش فيه مشكله. الدياجنوزز بتاع الحاله ديت هل هو كونستيوشنال ديلي اوف جروس اند بيبرتي؟ انا ما اعتقدش، لان القصه بادئه بريبيوبرتال، يعني بدأ بريبيوبرتال، ما هوش زي الحالة اللي فاتت كان في بعض الأدرينارك موجودة البيوبيك هير وكان تينر ستيج 2.
هل ده كونجينيتال هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديزم؟ اعتقد انها ممكن تمشي لان الاف اس اتش والال اتش قليلين، فممكن تمشي هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديزم يعني سنترال هايبوجوناديزم. هل هو باثوجينيك فاريانت في الجينز المسؤوله عن البيتيوتري هرمونز؟ الجينز دي هم نوعين من الجينز بيسموهم بروب جين وبي او 1 اف 1 جين. الاثنين دول لو فيهم ميوتيشن هيبقى عندي بان هايبوبيتيتريزم، والحاله دي ما هياش بان هايبوبيتيتريزم، البرولاكتين بتاعها نورمال والاي جي اف نورمال. اذا انا امام حاله كونجينيتال هايبوجنادوتروفيك هايبوجوناديزم. المشكله في علاج الهايبوجنادوتروفيك هايبوجوناديزم ان احنا ازاي نعالج الحاله ديت. عندي حاجتين مهمين جدا، هاو تو انديوس بيوبرتي والفيرتيليتي بتاع العيان، دول مهمين جدا جدا جدا. هنناقش فيهم ازاي اعالج العيان ده، لان النقطه دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. ان عندي عيان عنده هايبوجنادوتروفيك هايبوجوناديزم وانا عاوز اعالج العيان ده، خلاص احنا قلنا ان الحاله دي هايبوجنادوتروفيك هايبوجوناديزم. السرابي زي ما انا قلت حاجه من اثنين، هاو تو انديوس بيوبرتي ان بويز ويز كونجينيتال ايديوباثيك هايبوجنادوتروفيك هايبوجوناديزم. امتى ابدا التريتمنت؟ لو الايج 14 سنه او اكتر من 14 سنه، بس شريطه ان البون ايج يبقى 12 سنه او اكتر عشان ما اعملش ايرلي فيوجن للبون. طب هاو تو انديوز البيوبرتي؟ عندنا فيريوس تريتمنت موداليتي. نمره واحد، شوف بقى الكلمه مكتوبه ايه، بلسيتايل جونادوتروفين ريليزنج هرمون. لكن البريكوشس بيوبرتي انا بستخدم كونتينوس جونادوتروفين ريليزنج هرمون، او ان انا ادي هيومن كورينيك جونادوتروفين ويز اور وزاوت اف اس اتش. وهنعرف ليه ويز اور وزاوت اف اس اتش. واخر موداليتي هي التستوستيرون سيرابي، ودي اوحش موداليتي في العيانين بتوع الكونجينيتال هايبوجوناد، وللاسف الشديد هي اللي بتستخدم دلوقتي، هي دي الحاجه الوحيده اللي احنا بنديها دلوقتي. هي موداليتي مكتوبه لكنها لها سايد افكت موجوده. طيب ايه بقى البلسيتايل جونادوتروفين ريليزنج هرمون؟ ده بيدوها عن طريق بامب، بيدوا من 90 ل 100، كل 90 ل 120 منت ان بلسيتايل مانر اهوت، ولكنها فيري اكسبنسيف والبامب غاليه جدا ومزعجه جدا جدا، ففي الغالب ما بنستخدمهاش قوي مع انها هي الموست فيسيولوجيك، لان هو الديفكت عندي في الجونادوتروفين ريليزنج هرمون. طيب اذا انا محتاج ادي هيومن كوريونيك جونادوتروفين. الهيومن كوريونيك جونادوتروفين ده ميزته ايه؟ ان هو شبيه بالال اتش الليتونايزنج هرمون، فبيشتغل على الريسبتورز بتاع الال اتش. طب لما هيشتغل على الريسبتورز بتاع الال اتش هيشتغل على التستيكل، مش كده؟ طيب الال اتش بيعمل ايه بالنسبه للتستيكل؟ بيطلع الانتراتستيكولار ايه؟ تستوستيرون. بيطلع الانتراتستيكولار تستوستيرون. طب الاف اس اتش بيشتغل على ايه؟ على السيمينيفراس تبيول، يعمل ايه؟ سبرماتوجينيس، يعمل سبرماتوجينيس. انا لما بدي تستوستيرون لوحده بيعمل ايه؟ بالفيدباك ميكانيزم هيقلل ايه؟ الاف اس اتش، يبقى هيقلل الايه؟ السبرماتوجينيس. عشان كده لما تيجي تعالج عيان عنده نقص في التستوستيرون وعاوز يحافظ على الفيرتيليتي، من فضلك خلي التستوستيرون على اللو نورمال رينج، ما تخليش التستوستيرون عالي لان ده هيقلل الاسبرماتوجينيسيز. اذا لو انا بفكر باسبرماتوجينيسيز يبقى لازم انا استخدم الاف اس اتش مع الهيومن كوريونيك جنادوتروفين، استخدم الاثنين مع بعض عشان تو انديوز انتراتستيكولار تستوستيرون. طب الانتراتستيكولار تستوستيرون هيعمل ايه في التستيكل؟ هيزود حجم التستيكل اللي هي قليله في العيان ده، وهذا مطلوب عشان ادخله في البيوبرتي. وعشان يحصل سبرماتوجينيسيز محتاج اديله اف اس اتش معاها، ودي اهميه. طيب ايه عيب الهيومن كوريونيك جونادوتروفين تريتمنت؟ احنا بندي الدوز ريكومندد دوز من 500 الى 2000 انترناشونال سبكوتينيوسلي او انتراماسكولاري، ثلاث مرات في الاسبوع بنديهم ثلاث مرات. عيبه حاجتين، بيعمل جاينوكوماستيا، استخدامه بيعمل جاينوكوماستيا، والحاجه الثانيه بيكون ضده انتي هيومن كورونيك جونادوتروفين انتيبودي، فبعد فتره ما عادش بيجيب الريزلت اللي كان بيجيبها في الاول. دي الحاله
يعني أنا أعتقد إن أنا خلصت الوقت، مش هينفع نقول الحالة الرابعة يعني، فبشكركم.